إذن مباشرة متتبعة مجلة 24 من مدينة سطات، حمام شعبي بالقرب من السوق مبروكة، اندلاع حريق داخل الحمام، وصول عناصر الوقاية المدنية التي تقوم بالتدخل العاجل من أجل احتواء الوضع. الآن خروج جميع الموظفين أو العاملين داخل هذا إذا كيف كتشاهدوا متتبعين مجلة 24، اندلاع حريق داخل حمام شعبي بمدينة سطات. لا الناس خرجوا عريانين، الناس داخل الحمام خرجوا عريانين لحد الآن، محاولة احتواء الوضع. إذا احتواء الوضع داخل هذا الحمام الشعبي متتبعي مجلة 24، كما كتشاهدوا وصول عناصر الوقاية المدنية وسيارة إسعاف التابعة للوقاية المدنية. إذا هذا هو حمام ودوش الزاوية بالقرب من سوق مبروكة بمدينة السطات. إذا عدم وصول دورية أمنية، وصول عناصر أمنية إلى عيل المكان. أيضا السلطات المحلية، حضور شخص قائد المنطقة، قائد الملحقة. إذن هنا وجود إذن شرطة المرور من أجل تسريع حركة السير. شكرا سي عبد الله الغرغري، دائما في عين المكان متتبعي مجلة لايف مباشرة من مدينة سطات. Thank you.
الجمال؟ لا صافي الموضة لا إذن محاولة إطفاء عناصر الوقاية المدنية اللي كانت تحترق قنينة الغاز، هذه هي القنينة ديال الغاز اللي حفظ الله أنها كانت غادي للدالع. وحتى التدخل ديال المواطنين كان جد صائب لمحاولة الاحتواء قبل وصول الوقاية المدنية. إذن الحمد لله الأمور ما كاينش خسائر بشرية، يعني التدخل ديال العناصر الوقاية المدنية حالت دون ذلك. كما كتلاحظوا مجموعة من عناصر الوقاية المدنية كتقوم بتفكيك المكان اللي كانت فيه اندلاع الحريق داخل هذا الحمام. إذا كما كتشاهدوا متتبعين مجلس 24 حضور عناصر الوقاية المدنية وكذلك الأمن والسلطات المحلية إلى عين المكان، السبب هو اندلاع واحد القنينة غاز من حجم كبير هي اللي كتشوفوا فيها لحد الآن. إذن حيت خويا انا غنخرجوا قال لك غيصوروا اه او غتخرجوا. إذن كما كتشاهدوا متتبعين مازال 24 تعزيزات امنيه كتوصل لعين المكان من اجل توسيع الحركه تسير امام هذا الحادث اللي كما كتلاحظوا لوجود عناصر امنيه ديال السير وكذلك الامن العمومي والوقايه المدنيه كذلك الترك عفوا على عناصر الوقايه المدنيه والسلطه المحليه اللي وصلت الان من اجل تحياتي الله يحفظك. اعتذر متتبعي مجلة لايف إذن السبب ديال اندلاع الحريق هو واحد القنينة غاز من حجم كبير هي السبب
ولكن الحمد لله تدخل المواطنين اللي كان صائب في المكان المناسب لاطفاء الحريق قبل وصول الوقايه المدنيه اللي قامت بالواجب ديالها، وتم احتواء الوضع من طرف عناصر الوقايه المدنيه. اذا كما كتلاحظوا مباشره من مدينه سطات، اندلاع كما نذكر اندلاع حريق داخل حمام شعبي، تواجد عناصر الامن السير والجوال يعني لتسهيل حركه المرور على المستوى ديال شارع عبد الرحمن سكيرج، وحضور كما نذكر السلطه المحليه الشخص قائد المحطه الاولى كما كتلاحظ. كما كتلاحظوا متتبعي مجله 24، الحمد لله الامور ما فيهاش خسائر بشريه، ولكن الحمد لله تكون خسائر ماديه. الحمد لله الامور خدت قبل اندلاع الحريق. كما كنلاحظوا خروج جميع المواطنين اللي كانوا داخل الحمام، خروج ديالهم قبل، خرجوا بعد الرجال اللي كانوا تلقوا الانذار من طرف اصحاب الحمام باش يشوفوا الحمام عفوا. إذن نعيد نذكر متتبعي مجله 24 يعني الحضور عناصر الوقاية المدنية والأمن وكذلك السلطة المحلية في شخص قائد المحطة الأولى إلى عين المكان. الوضع الآن تحت السيطرة، والسبب ديالو هو قنينة غاز من حجم كبير اللي كانت اندلاع ديالها داخل اندلاع الحريق ديالها داخل داخل الحمام او الدوش الزاويه ب حي المروك. إلى هنا متتبعي مجله 24 ينتهي هذا البث المباشر إلى لقاء آخر. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.